اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اركين سمارت. اليوم جايب لكم الحلقه 14 من سلسله تختيم ريزيدنت ايفل 4 ريميك اتش دي ار 4K مترجمه. على فكرتني شباب، الحلقه الماضيه مات كراوزر واحنا بالفصل 15 مثل ما تشوفوا، واتوقع انه ممكن راح تكون الحلقه الاخيره هذه. خلاص يعني مات كراوزر، ما بقى الا سادلر وننقذ اشلي. فنقول بسم الله يا شباب، جيب لك اي حاجه تروق فيها معانا، معي موي. ونقول بسم الله، نتوكل على الله في حلقتنا اليوم، ويلا توكلنا على الله. سكر الباب طبعا، خلاص كراوزر مات. يا ما في مرجع، ما في رجعة. نتقدم يا شباب، تختيمنا الأسطوري يا شباب. توقع خلاص حرفيا شكلها الحلقة الأخيرة راح تكون يمكن. اوكي لا. شوف الشباب هناك ينتظروا الحبايب. That's gotta be their sanctuary. سادلر هناك. Ashley. لا ربع سادلر قاعد يمشوا أشلي. يا حبيبي. متى كانوا يمشوا ذول فجأة؟ أوكي. يلا توكلنا على الله. مشينا. هنا القتال، والله كان قتال فخم واسطوري فعليا. عارفين سالازار بداية من ابتداء ذاك الضخم، ذاك الضخم العملاق اول شيء، بعدها سالازار رامون سالازار، وبعدها ذا كراوزر فجرناهم بالار بي جي. اوكي هلا بالسترينجر. صحيح. If you want a fighting chance out there, you best tune up. هذه اقوى من حقت جسمه، اقوى من حقتنا يعني. ذي السكينه لو بنطور فيها يعني. لا يا رجال خلاص ما بقى شيء، نختم اللعبه تولي لا نطور ولا شيء. الدرع، الدرع ضروري. اوكي و شكلي راح ابيع كل شيء يا شباب. الزبده خلاص نبيع كل شيء من الكؤوس اللي عندنا. ما في اتوقع زمرد راح يجينا ولا شيء، ولا زبرجد ولا صح. يلا جيب ذي عشان نبيعها بعد بالمره. بس خلينا ندمج ذي معاهم يعني عشان تصير ايش اغلى. ويلا خلاص، ولا شفنا بعدين عاد شو نسوي. عاد خلاص نبغى نبيع احنا. اوه 52,000. انتوا طبعا عارفين ليش انا قاعد ابيع صح؟ عشان ايش 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 اشتري؟ اشتري ار بي جي اذا موجود، بس ما في ار بي جي. قالوا تراك فليتها تراك. اوكي. Your valuables won't do you much good in the grave. خل كذا امورنا طيبه. خلاص 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 نشتري ذا احتياط. يلا اشتر. خلاص كذا نتوكل على الله. تك 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 الموسيقى الرهيبة اسمع. دن درن درن موسيقى التخزين ريزدنت ايفل شيء ثاني. اوكي كذا يا شباب الحين جاهزين نتوكل على الله. يلا لو امدان نشتري ار بي جي كان شريت ابوه بعد يا رجال. قال له تراك فليتها تراك. هلا هلا هنجري، يقول هنجري جوعان. اوكي رتب الاوضاع كذا حلو. و يبغالنا دم بس خله بعدين. اما انت معاك يا ولد، من وين جت لهال الار بي جي ذا؟ من وين جاء هليكوبتر؟ يا ان عفس علينا الدرع.
هذه معانا ولا ضدنا ذي؟ اي معانا يا ابوي يا حبيبي. يلا عيش. هذا الدعم، اي والله الدعم، الدعم خرب علينا الدرع. المشكلة خلها شوي، لا تصير غشيم عاد انت. عفست علينا الدرع اول شيء، بس فكنا من الهوشة الصراحة. واحد وراي بيجي، واحد وراي صح؟ لا كويس. الظاهر ما راح يخلصوا يا شباب، شكله هو يبغاني امشي، بس يبغاني اتوكل على الله شكله. لا شباب، اي والله صدقت. امشي امشي امشي. واضح يبغانا نمشي يا شباب، ما بيخلصوا. شباب وينكم؟ او والله فزع لنا، طلع جنبنا بعد. هلا والله كفو. يلا 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 يلا. عنكبوت. حلو، مشان اقطع ام الملحمة يا رجال. والله في فلوس ورا. ها امشي امشي، حماس الوضع الزبدة. الفلوس وسخ دنيا. الا عن ابليس. يلا ابشرك مخترب الدرع. شفتوا كيف طلقني على السهم وهو جاي؟ لاقوم 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 لاقوم. حلو. استعمل استعمل الدم يا ولد، لا تبخل فيه. انا كنت بس ابغى ينقص دمي عشان لا تروح طلقات على الفاضي. حلو، 83,000 فلوس تروح وتجي يا شباب. خلاص مطرانين بعد. اذا شفنا التاجر مره ثانيه بعد يمكن ما بنشوفه. خلاص بعد الوضع ها، شكل النهايه. والله ما ادري اذا بنشوفه مره ثانيه التاجر ولا ودعناه. وال يلا عيش معاهم الحين. الحق الحق. والله فلوس يا ولد. يا حبيبي. الحرب العالمية يا ولد. اشطف. والله اشطف، والله اكلوني هوا. صبر صبر يا شباب. ايش فيهم من جنين؟ هم بزيادة تحسهم. خلاص يقول شوي بتوصل عند اللورد سادلر. اخ يا لورد سادلر. تعالوا تعالوا يا شباب. ايوه 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 ايوه. الرشاش الرشاش. اشطف.
واصقع. صبر صبر يا شباب. والله زحمة يا ولد. أبغى أروح للرشاش أنا عشان لا يبلشنا. فكنا من شرك. يا حبيبي يا ولد يا ولد شدة وقوة يا ولد. ها وين رايح يا ولد انت؟ وين راح ذا؟ دقيقة تعال لا تقدر فينا انت بعدين. مع السلامة اجل. شكله واحنا بنص الطلق الحين بيجي يعطينا طلقة. هلو كنا منهم. وراي وراي والله حاس. ادري انك غدره يا كلب. رحت عشان تجي بعدين. ها خذها يا الزق. حيوان غدره. في غدره غيره بيجوا بعد وراي. ها هلا بالشباب. الجهاز التناسل يعتفس. انا وخرت عنك. طيب كيف جبتني الدودة ما تنلام بعد؟ خلاص والله وضعنا مزري شوي بالدم. يلا استعمل استعمل. انتبه عاد انت لا تصيبنا. اهم شيء لا تصير غشيم. والله قطعهم تقطيع. اربا اربا. كافو يا حبيبي. وال يا شباب عم عاد خلتني لحالي يا الزق. اقول معليش بخليك لحالك. اصعد اصعد اصعد. وين روبرتو؟ تكفى لا تصير دودة تكفى. وقتك انت يا بوي. يلا لقمنا لقمنا. روبرتو شباب عاد شوي شوي. حلو ابلع يا وصف. عندي احساس في واحد وراي بيجي. وراي وراي والله قايل والله قايل. العن شكلك يا حيوان. الدم الدم. وقت هذه وقتها. يلا ها حبيبي خذ لك. اصدق ما مت انت. خلاص سمعتك سمعتك. او 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 او
تعوعوا لي هنا. كويس ان اخذنا دم، مجل شرينا احتياط يا شباب. المفروض انه يفتح الباب ولا لازم نفعل كذا شيء يا شباب؟ اذا بتجوا من ورا علموني، ها اهم شيء انهم يعلموني. اما خلص الرشاش، اما رشاش يخلص. يا حبيبي اقتلهم اقتلهم ذول. صبرك صبرك يا حمار. جنبي جنبي جنبي، انا عاص والله. تكفى لا تصير دوده مال نخل. عشق يا ليون، خذ راحتك خذ راحتك يا حبيبي. غلط. حلو حلو الحمد لله. هالغثيثة ذي اقتلها اقتلها. والله الحرب قايمة الزبدة. نيستا، ايوه نيستا مبسوط بالانيستا. بجيكم انا بجيكم يا شباب، اصبروا اصبروا، مو بحلو الاستعجال. انا كاني اسمع الخنزير ذاك. اسمع الرشاش. يلا كذا خلص عندنا الدم يا حبيبي. انا اسمع الخنزير الزبدة كأنه صوت هذا. والله انا اتخيل. بتغدروا صح؟ احس انه في احد بيجي من وراي ما ادري ليش. والله قايل انا سامع صوت الخنزير. اي كويس، شكرا على المساعدة. اقتل اقتل كفو. والله ساعدنا ذا. والله ان ساعدنا. احيانا يكونوا كفو يساعدوكم، يقتلوا بعض زي البقران. اهم شيء بس عشان العيون. اللورد سادلر اخ. اوكي نفعل ذي، نفعل ذي وبعدها نفعل اللي هناك ذيك صح؟ في شيء هناك تفعل؟ لا ما اتوقع، بس لمبه يمكن او لا. خلاص كذا صح؟ والله حلو انفتح الباب خلاص. نزلنا نزلنا يلا. حلو ننظف المكان ورا بالكامل. الحق على اشلي يا ولد. والله الموسيقى رهيبة. هلا بالدعم. شكرا. نجيك يعني؟ نزل لنا سلم ولا وشو؟ اي والله. كافو يا حبيبي. ما ادري ايش، احس ان في احد بيرمي ار بي جي عليه. طبعا لا، الذبابين مو ار بي جي، الذبابين الحيوانات الا ما يجوا. لا لا عاد الهليكوبتر. ودع الدعم. مايك مات يعني ذا خوينا.
كذا اكيد مايك مات الحين. اي والله سادلر يا الكلب ويا الذبابين، جابهم من المستعمرة حقته يا حبيبي. يا ولد واجد ذول واجد. يا حبيبي حلو. بدأ يجينا ياقوت. زبرجة احمر توه يجي بعد الحين ذا. والله يقول لك كأنه يقول لك لا تستعجل يا اخي، لا تبيع وتستعجل. بس يا اخي ما تدري، يمكن التاجر ما بيطلع بعدين ولا شيء. بس ممكن عندي احساس قبل ما، او يمكن حسب ما اتذكر يعني، انه ممكن قبل ما تدخل عند سادلر راح يكون موجود التاجر. الحين في طريقين وين نروح يا شباب؟ خلينا نمشي هنا، وفي سلم تحت حتى. انا دول بس قاعد اطلق عليهم كذا، بس اللي اشوفه قدامي ايش اطلق عليه. والله خزن يعني هنا ولا شو السالفه؟ والله واجد في طرق يا شباب، اخاف اضيع، اخاف في شيء مهم نضيعه ولا شيء. شوف ها واحده زرقاء هنا، يعني ما ادور وراهم يا شباب، بس اللي اشوفه قدامنا نكسره، لعل كذا نكسرهم كلهم بعدين. في اماكن واجد يا شباب، بس هو هناك خزن، شكله الطريق هناك يمكن. اي شكله بس اهم شيء خلينا ناخذ كل شيء، ما نبغى نخلي شيء ابدا. وهالطريق ذا، الطريق هنا احنا تونا جايين منه، جينا بنركب الهليكوبتر ولا طاح، ما يحتاج، ما اتوقع الرجعه. وتحت وش فيه؟ تاجر ولا شو السالفة؟ اوه كنز. لا زين يا ولد، عصا ملكية وال حقت سادلر شكلها ذي. اي كذا احسن ما نضيع شيء. ويلا نقرا ذي بالمرة. MDCCCXXVII عظام مرثاة الجرف. عظام اخوتنا تسكن في كل الامم، دماء اخوتنا تمدنا بالطعام، نموت فقط لنولد من جديد، ونعيش الى الابد لنفرض حكمنا المطلق. كينان سادلر. كينان حبيبي، مسلسل تركي قلب، استغفر الله. كينان سادلر، كينان طلع كينان يعني بعد، يعني اسم عربي بعد سادلر. هو اكيد نفسه صح، اسمه كينان سادلر. هو سادلر يعني اسمه كينان سادلر، ولا لكني شامع اسم بعد ثاني حاجه سادلر. هي الزبده عائله كلها سادلر. اوه اللورد سادلر، اخ يا قليبي. اسمع وات. اي والله وات يا حبيبي. انا ليش حركته ذا؟ انا ليش حركته؟ انا كنت بتخطاه، ليش حركت انا؟ اوف. صبرك الحين كم ما يطلع لنا الراس حقه ذا. لا يا ابوي، وين هذاك المنظار الحراري؟ هذا هو، عندنا طلقات ذخيرة كويسة. ما خله احتياط. يا ولد بيطلع لنا الراس الحين صح؟ بيتطور كويس مات. اوه اشوى، فكرته بيقوم زمرد.
تحركهم ولا تحركهم يولوا. بس ذا اصلا مفتوح من تحت شوف ما بينزل يعني شيء. هذول لو حركناهم بيطلعوا. وكذا ممكن اذا قتلناهم بيعطونا زمرد بعد صح؟ ما يحتاج اصلا نركب زمرد او شيء لان راح نبيعهم على طول. مستفيدين مستفيدين يا شباب. بس القطع ذوليك لو ادري انا ان بيجونا زمرد زي كذا زياده كم ركبته فيهم، بس الواحد ما يدري يعني متى بتجيل اصلا. متى بيجيل التاجر ومتى بيروح. فكويس ان بعناهم احتياط. خلاص اصلا فلوسنا واجد يا رجال. عرفت؟ اوكي. عموما يا شباب نقل عينة بيولوجية. تم الانتهاء من الاصلاحات دون مشكلة، ونظرا لان المنشأة كانت تستخدم سابقا كسجن فان العمل المطلوب لتدعيم مداخلها باحكام كان ضئيلا، وطالما اننا لم نواجه اي مشكلات في اختبار نظام التبريد فاننا نخطط لجلب جميع العينات المتبقية من المنشأة واحد. تم نقل جميع العينات بنجاح، لكننا واجهنا مشكلة صغيرة في اثناء النقل حيث اصبحت احدى العينات عنيفة. لحسن الحظ كان عدد الضحايا أقل من المتوقع، يرجى توخي الحذر الشديد. لقد تلقينا تقارير تفيد بأن العينات بدأت تتحمل درجات الحرارة المنخفضة. يا حبيبي امشي، هاي الأكياس دي لا تحركها أنت، إن حركتها يمكن يطلع لك واحد من المصايب ذوليك. وطريقنا هنا صح؟ خلنا نشوف دقيقة. سوار يلا جالك التعويض، يقول تبغى ها امسك يلا خذ، تبغى تدمجها شكلها اخر دمجه من غير شر يا شباب. ها الله شيء اسطوري ورهيب ريزدنت ايفل الفخمه. امشي امشي انتبه لا تدف شيء كويس. يا حبيبي شوف ذاك يتحرك. خليك كذا بالسكين بعيد. يا حبيبي ممكن بس اللي يتحرك بيطيح صح؟ ما ادري يا شباب بس خلونا حذرين بزيادة عاد. لا نحرك اي شيء. ولد حركنا ذي بالغلط. هيا هيا وين راحت الحية ذي؟ وين اختفت الحية؟ ما ادري. هنا هنا حلو. دمك يا ولد. أول احتياط آخر شيء. وشكل أصلاً بيطلعوا كذا ولا كذا فجأة. وإحنا أساساً لازم نركض بعد لأن إذا بنفتح ذاك الباب الله هو شوف فجأة بيطلع يعني ما تدري. هنا شكله مضطر. تحرك ودهم يطلعوا. اوكي في طريق كان هنا ولا ما لها الا نفتحها ونركض اسرع شيء يا ولد. افقع بسرعه بسرعه بسرعة. حلو كفو والله كان بيطلع ولا ما بيطلع. اسحب اخر اسرع شيء يا ولد. ايوه هلا والله. شكله هنا الزبدة اخر مرة راح نشوف التاجر شكله يا شباب. ما عندك ار بي جي يا ولد تفيدنا مع سادلر. يقول شكلك خلاص ترى شريت انت ار بي جي واجد يعني خلصت الار بي جي اللي عندنا تراك.
ونصلح أهم الأشياء. زين ونخزن قبل ما نصلح أي شيء نخزن في حال نبغى نرجع للتخزينة ولا شيء ما تدري. أوكي و اوكي شباب رجعنا. خلنا نشوف اللعبة اللي فوق قبل ما نطور أي شيء. وما عندنا أصلا أي شيء عشانها أصلا بس نشوف على السريع كذا. لا بس جيت عشان أودعها بس. بس كذا عرفته لان عندي احساس خاص بنودع المكان وراح نودعك يا التاجر. هذه اخر عمليه شراء ان شاء الله من غير شر وبنلقاك ما راح نلقاك خلاص بنودعك وبنعدك انت والمكان. يعني اتوقع حتى انت لازم تمشي بعد من هالمنطقه والمدينه البيض ذي اللي هنا يعني. فخلنا نرتب امورنا. اول شيء شو الرصاص اللي عندنا؟ كيف الرصاص الوضع؟ اوكي الماجنوم يبغاله دام احنا راح نقاتل سادلر يبغاله ماجنوم الوضع. اوكي دقيقة عشق عشق كل شيء جاهزة تفضل يلا. Ruby's all rubbish. It makes no difference. Thank you. عادي بغانا نقوي كل شيء عندنا الزبدة الحين دام الوضع خلاص. لا عندنا سكينتين أمورنا طيبة. أوكي. نشتري سلاح جديد. ولا نطور باللي عندنا؟ لا خلنا نطور باللي عندنا خلاص. عرض خاص بعد شوف. سوى عرض خاص للماجنوم حق هذا. لا يا حبيبي ماجنوم حقنا رهيب ما نبغى غيره. نفسه تقريبا شوف بس اللهم غير الشكل. ما ادري اسرع ولا لا. نشوف كيف سرعته ذا حقنا الماجنوم. سرعته 1. لا سرعته نص يا ولد. بطيء مرة. خلاص شكل التعديل الاخير يا شباب. بنودع التاجر بعد شكلنا من غير شر طبعا نقول يعني تحس كذا التاجر يا اخي تعودنا معاه ساعدنا وكذا. المهم خلونا نفكر يا شباب لعل الماجنوم بيفيدنا كثير لا طورناه او يمدينا مثلا نبيعه ونشتري ذاك دامنا عليه خصم او ان نقوي باغراضنا مثل ما هي. فيبغى له تفكير الوضع شوي. That cash in your pocket or your life. Easy choice, mate. Will that be cop? طيب على كذا ما بيصير عندنا رصاص ماجنم. كيف نفرغ طيب السلاح؟ ما نقدر نفرغ الرصاص اللي فيه. لأن إذا بعناه بتروح كل طلقات الماجنم فحرام صراحة. ما لنا الا نطور فيه هو بنفسه وبس. وذاك غير كذا غالي فما راح نسوي شيء ثاني يعني بعدين. ف لازم نفكر زين يا شباب. يلا يلا انا اقول بالشوتجن. اول شيء الشوتجن. ثاني شيء الرشاش. ويلا السنايبر. والماجنم ونرجع هنا للرشاش نقويه. الرشاش قوة حلو كذا. اعتقد ان امورنا تمام الحين. هو ده اصلا تدمج عشان نصلحه. السكين ما راح نستفيد منها اصلا خلاص الحين دام اذا بنقاتل سادلر يعني. ونجيب الريد 9. All my wares are in tip top shape, I assure you. جيبه يا رجال.
خلاص بتخلص اللعبة جيبه. It's a nice gun, stranger. Anything don't get you welcome. مدينا عدلة بعد. ما عندنا فلوس اصلا عشان عدلة لا بعد الحين. ايه ما في شيء. خلاص نقول كذا ان شاء الله امورنا طيبة يا شباب نقول. طيب. يبالنا نجهزه نخلي له اختصار. حطه تحت. حلقة حلو في ار بي جي الله شوف عندنا قنابل واجد اصلا فسادلر بيموت بسرعة عندي احساس نقول ان شاء الله نشوف الحين راح يبين كل شيء اوكي حلو الله طلقاته طيبة حطه هنا ايوه كذا يتبدل احسن توكلنا على الله وهذا خلف تخزينة ثانية عشان نتجهز لا حبينا نرجع لتخزينتنا نعدل بالتعديلات والتطويرات اللي سويناها نشوف انا ان شاء الله ان شاء الله امورنا طيبه الالغام يا ولد من وين طلع النظر عندنا شغله مع رئيسك انت فكنا من شغلك انفجر بوجهي بعد وراي ولا وين ذي؟ هنا ذي. افجرت احتياط يلا. في طلع هنا ذبانة. هذه قوية مو براضي تموت كانها. حلو. عشبة صفرة هذا كان ابو ار بي جي ولا والله السنايبر فادنا يا ولد ركب ركب حق تصويب صح اي انت ابلع والله لا قوي شوف فجر مخه من ضربة واحدة لو تتذكروا قبل حاولنا نقتل حق ذا نفجر حق ابو ار بي جي بس مو براضي يموت كان لا والله الطلقه صارت قويه مره فرق 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 كبير ذاك تحول دوده نعشق سلاحنا احتياط نصعد فوق فوق الحين اول ما اصعد فيه استقبال طبعا استقبال في دوده هناك لا تنسوا يا شباب جا 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 الدودة! الدودة! كنا بننفجر يا حبيبي أكلناها أنا متأكد كلها مو من سادلر ذا كلها من كراوزر عشق 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 لقط 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 الحمد لله بالمرة عشان لا نطيح فيه بالغلط أصلا ما أتوقع بنرجع له أصلا المكان بس يعني الحيطة الحذر واجب ما راح نرجع ورا أبدا أصلا بس كويسة كويسة الأمور كويس صعدنا فوق والله نكمل طريقنا واحد فجر نفسه ما ادري وين ذا اشهد لي يقول
من وين من وين الواحد يفكر؟ انتوا كذا يا شباب بتخلصوا الرصاص، انا قاعد اجهز السادلر. انا نجرب عليكم الريد ناين، والله بطل السلاح. اصلا جربناه لما اعطانا اياه لويس. فكنا يا ولد. لا 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 أبوك يا شيخ أبوك. شباب شباب الله بغى يعطيني واحدة. حلو يقول من وين لك؟ من التاجر والله. احسن شيء. شكله مستغرب من ردناين يقول من وين لك؟ سمعتوه يقول من وين لك؟ والله من التاجر كله اغراضي. تلقاه موجود ورا بس ما يحب يتجمع معك. اسمع الصوت يا حبيبي. دمر ذي انت اول شيء الحين. السلام عليكم. سلام سنة ورده واجب. السلام عليكم. ما يرد السلام. السلام عليكم. يا ولد السلام عليكم. ما في. السلام عليكم يا أهل البيت. ما ترد السلام. قاعد أسلم عليك من أول. أنا أقول لك سلام عليكم. يقولوا وعليكم السلام. يقولوا وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يقولوا أعلمك أنا هنا. وذول مستحين. ذول هذول ما يردوا لانهم مستحيين. قال عن ابليس يا شيخ وش جابك من وراي. شوي يا شباب تعالوا هنا. تراكم. ايوه 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 لعن ابليس من وين طلع ذا. غدروا فيني. دمك 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 ودمك دمك انتبه لدمك ودمك دمك. انتبه لدمك ودمك دمك. انتبه لدمك ودمك دمك يا ابو دمك. وفقع عما تفقع يا اركين. وفقع عما تفقع. افقع عما تفقع. افقع عما تفقع. افقع عما تفقع. افقع عما تفقع. بس 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 يا ماما. بس يا ماما. الحمد لله على السلامة. وفقع عما تفقع. وفقع عما تفقع. افقع عما تفقع. افقع. افقع عما تفقع يا اركين. وفقع عما تفقع يا ابو سمارت. حلو. نلغي التفعيل. هذه اغنيتنا يا شباب. خلاص. حاجة اسطورية. احلى شيء. مور نفس سليم. ف
اوه لما يغدروا فيك ويجوك من ورا يا حبيبي. بس من هنا ما جينا ما شفنا ايش فيه. بس دقيقة قبل ايش فيه هنا؟ خليني انتبه لهالمكان انا. مكان 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 حلو عشق مضبوط. طلعنا من هالجهة كويس. باقي يا ولد قاعد تجينا. شوف زمردات باقي بعد ما نشوف التاجر مرة ثانية باقي من قابله شكله. اوكي نصنع كذا ونصنع كذا. دواء خالص مستخلص. اي الله يرحمه ايام تضبيط شو اسمه الشنطة. الحين كلها ضغطة زر الثري. والله كان لها جو من جد يا شباب اول. اوكي عندنا بارود كثير نقدر نصنع اشياء واجد. الماجنم عندنا منه زين. القنبلة الثقيلة عندنا واجد بعد حتى ما استعملنا اشياء كثير منها. نحط ذي احنا حاليا. و القنبلة الثقيلة مع سادلر ان شاء الله. توكلنا على الله. يا حبيبي. مسكرة. نوديه كذا نشوف. بس خله كذا. عشان لا احد يجي من ورانا. احسن شيء صح؟ اي بس خله كذا خلاص. وما اتوقع احد بيجي بس يعني. يا حبيبي. يجب تعقب اشلي. هنا باب. ايش سالفه بيبان ذي ولا؟ شكله بس مسكره. مشينا فوق. كمل طريقنا. يا حبيبي يا حبيبي. اشلي. ولد. سادلر اكيد. اي جاك. What? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. اخ لورد سادلر تبغانا كذا يعني؟ لا مع نفسك يا بوي. اي والله هراء بولشيت. هراء قوي. ما ودها يا الكلب ما ودها. انت مسيطر عليها. يا كلب انتو هالبلوتوث اللي في مخك ذا. كفو مين؟ ايدا طبعا. يا حبيبي يا ولد هذا يرمي اير دروب من مخه ذا المفقع. كل جبن يلا العني ابليسه يا ايدا. ما فادت معاه الطلقات يا بوي. كفو والله. بس بتلشت معاه ايدا الحين. يلا اشلي لابراتوري بي. الحال مزري يا ولد. اوف 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 اوف.
اصمد اصمد يا ليون، الحال مزري والله. يلا يمديك كفو، لف هالباب ذا. كفو، الله انطم يا ولد، الزق اسكت يا حبيبي. ما ينشاف شيء. هذول كلهم زي حقين القلعة ها؟ كفى. ما تلعبوا علينا يا حبيبي. يلا يمديك يمديك. امشوا معي يا شباب، امشي يا ليون يلا. والله الحال مزري. افتح مفتاح لويس، جا وقته. الله يا لويس والله كفو. This time مصنع. It has to be different. في شيء هنا؟ تكلموا عن الحجرة ذيك نفسها. نحط آشلي هنا صح؟ يلا آشلي يلا. You go first. No way. Like I told you, I'm gonna get you home safe. يلا المصل أول شيء أنتي. إيه أقتل هالحشرة ذي اللي داخل الجسم. تطهير فرج فرج تطهير معناتها. يس يلا يلا بيألم شوي بس ما عليك. ليزر قعها. تحملي تحملي ماله. يلا يلا كفو. كفو تكسس الحمد لله. يلا جاء دورك ليون. ليون طاح خلاص. شد لآخر شيء مرة مرة لآخر شيء لآخر نفس. آخ يا شباب يلا نكمل كمل نشوف. تعافت خلاص. خلاص حتى ليون بعد وهو نايم ولا وشو. You did this. Yeah, I did this. سوته خلاص كفو. The map. Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? الله كريم. اي طبعا اكيد ان شاء الله وصلنا كلها. حلو حلو يا شباب. فصل 16 removing the parasites. This was Luis. Yeah, we're alive thanks to him. اي والله كفو. نقول بسم الله. تو تعالجوا اشلي ليون الحين فنتوكل على الله نطلع خلاص. مورنا صارت طيبة متعالجين الحين بإذن الله نطلع عشان نشوف سادلر شو نسوي فيه. بس قبل
خلنا نشوف في حاجة ورا. ما يمدينا نرجع ورا اصلا. لا خلاص ما نبغى نرجع ورا اصلا، احنا بس نبغى نشوف اذا في حاجة نقدر ناخذها ولا لا. ما في شيء، فيلا مشينا. احلى فريق، عاش الفريق. يلا كفو. عززلها انت بس، تنبسط لما تمدحها. يلا يلا تعالي. يحس بالانتعاش الحين ليون بعد هالحشرة الخرا ذي حقت سادلر راحت من جسمه خلاص. الامور طيبة. اوكي. That woman who helped us. You think she's all right? Oh, I'm sure she's fine. ايه ده تقصد. She's not the type to roll over that easy. Sounds like you know her well. اصلا انت كنتي منتبهه، انت كنتي منسدحه اصلا. كانت منتبهه يعني، بس مره دايخه مع الدم وكذا. رجعنا هنا للحبايب. هلا بالحبايب. ايوه حلو. صعود. ادري ادري شايفك وهي منسدحه. شايف حسيتنا بتقوم. العن ابليس الا ما تجي مفاجاه. لازم ما يصيروا هالذبابين الا اذا تفاجئوك. اوكي هلا بالتاجر. هنا عاد شكلها المره الاخيره من جد بنشوف التاجر واضحه. ها شوف الدنيا قالب من الذهب. شكلنا بنودعك يا التاجر خلاص. لا توصي حريص، عاد انتبع المنطقة وانتبع الاهل. وانا انصحك انك تطلع من هالمكان اصلا بعد، يعني نصيحة اخو. عسى جبت الار بي جي بس ولا ما بعد جيبه. والله جابه، والله جاب الار بي جي. والله لو ادري كان انا مجمع اجل. ها دقيقة دقيقة، في سالفة الحين هنا. اوكي اوكي واضح ما راح يمدينا عليه يمكن. خلاص يا رجال سادلر خلنا نقاتله بدون كذا، يعني ترى اتوقع اذا بنفجره بار بيجي بيموت بسرعه هو 100%، فخلنا نقاتل كذا خلاص. الا لو بنبيع اشياء. ها والله يا شباب، والله قاعد تلعب في مخي. هي الزبده. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price. Well, might want to take care of any leftover errands before going this way. Be ashamed to live the rest of your life wondering what if. Welcome. شوف شوف. نخزن. أمورنا أمورنا طيبة. يمدينا نشتري الـ RPG إذا بغينا نشتريها الحين. Welcome. نخزن احتياط كذا. وش نسوي الحين؟ اهم شيء نصلح اهم الامور احتياط في حال ما مات سادلر بسرعه بالار بي جي. فضروري ان نجيب الار بي جي يا شباب حقنا ذا، فاجيبه بعد هالامور اللي سويناها الحين. نبيع اللي هو الرشاش. يلا الا يجي الار بي جي ما في. الطلقة لازم تكون محترمة عاد. والدم. اوكي ونرتب الشنطة على السريع كذا. و الوضع يبغى له ذخيرة ماجنوم احتياط. كلها لعيونك يا سادلر. العب يا ولد.
بس ان شاء الله ان شاء الله امورنا طيبه. مشينا نخزن تخزين احتياط في حال نبغى نرجع للرشاش مدي نرجع له، لكن ما اتوقع ان شاء الله. يلا نشوف. مشينا. اي خلاص خلاص سادلر شكله هنا. اوه ايه ده ليلا، thinks he's gonna lure me out. خلاص مقاتلة واضحة واضحة. Stay here. I won't be late. النهاية يا شباب النهاية. خليك هنا يا أشلي. جنب التاجر ها؟ والتخزين هناك، واسمعي الموسيقى شوي ترن تن تن. اسمعي كذا روقي هناك. حلو. كفو. وال عاد امسكها طيب شيء فجرها كذا بالارض. يا حبيبي جزك. عطيه ايده. خلاص جاء الوقت. فزعة حقتنا ايدا. طب طب بوم 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 بوم. ايوه الخائن الفاسد. احنا متى صرنا معاك عشان نصير خاينين؟ الله ياخذك. يا حبيبي يا حبيبي كيف صار ذا؟ وال يلا خذ لك. طلعني الار بي جي. انتبه انتبه لازم طلقه كويسه. يلا يلا مات خلاص؟ معقول؟ مع السلامة سادلر. والله كفو. طلع حسبته مات. الله يقلع شره. باقي من قاتله بعد ولا وشو؟ ولا بس مشهد سينمائي؟ والله مين مشهد سينمائي، واضح الهوشة بتصير. يا حبيبي ابلش الماجنم. لو عندي حبة ار بي جي ثانية كان مت انت 100%. طلعها طلعها القرنيد الضخمة ذي، جهزها اسحب على ذي. خلاص يا ابوي الوضع النهاية الحين. الوضع النهاية. أبلشنا تراك. ار بي جي ثاني. هذا عاد خاصه ذي ها. ابلع للحين مات. ياس الله اكبر. روح علي ليون روح. اوف اعطى القوه المقدسه. اي بفمه مع العين افقع طرش. كفو يا حبيبي. يس خلاص انتهى سادلر هالمرة. انتهيت عاد لا تقول لي ما انتهيت غصب. وين طيرنا ذا باقي بعد؟ يا حبيبي
خلاص انهار شوفه. لا مات خلاص ايه طاح بس اعطانا الضربة الاخيرة قبل ما كفو يا شباب. والله كفو شيء من الاخر اسطوري. اوكي نشوف الكاتسين. جات الهليكوبتر وايدر. I think we both know this. This is where we go our separate ways. Separate way. هذه اسم الإضافة حقت إيدا أتوقع إذا بنلعب فيها مستقبلا إذا في مجال. مع السلامة إيدا يعطيك العافية. ما قصرتي. انفجر المكان خلاص. حلو. مفتاح القارب هذا شكله خلاص ها؟ يكون محطوط عليه دمية كيوت يقول. Until next time, Leon. والله كفو. ليون هلا يا ليون. هلا والله. الله أعلم. أهم شيء خلاص خلصنا ومتنا. مات سادلر ماتوا كلهم. ما ظل أحد. مشينا مشينا هربنا. هربنا بالسفينة يلا. خلاص في جوي شكل اصلا الوضع. اوه يجب الهروب من الجزيره يا حبيبي. دمك دمك طيب. خلاص استعمل الدم هذا بعد خلاص. جهز سلاحك اختيار. يلا مشينا. تخزين. خزن خزن في اي مكان بسرعه. هنا 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 يلا. التخزين رقم 58. مشينا يلا. ما اتوقع في احد بيطلع فوجنا خلاص. موتنا سادلر موتنا راس الافعى. ما في احد ثاني بيطلع. وين من وين؟ هنا هنا. يلا يلا بسرعه بسرعه اشلي. يا حبيبي شوف الشلالات قاعد يدمر المكان. انقزي انقزي. وال العن ابليسك يا ولد. وقتك. اسحب عليهم اسحب عليهم. ما يهاجموا خلاص بيموتوا. ايه اسحب عليهم اسحب عليهم. بسرعه بسرعه. يلا عشان الخاطر بس. طلق عشان الخاطر. توديعة. مشينا يلا. اركبي. اسرع يا ولد. لا يعوقك شيء. افقع افقع. يمين. الله اكبر يا عيني يا عيني على الاكشن. اح انتبه انتبه يا حبيبي. اسرع شيء. لا تشيل رجلك من البنزين ابدا او يدك لان جيت باكس وقت يسوي هن هن بيدك كذا عرفته زي الدباب هن هن هن. طير. واو يا حبيبي انتبه. واو للمكان خلاص قاعد يتطهر يتدمر. القرية على القلعة على على جثة كراوزر على جثة سلازار على المطوع هذاك اللي في البداية. كل شيء كل شيء قاعد يتنظف. سادلر والشباب القرويين كلهم كلهم انتهوا. طريق النهاية الخط. اي يا حبيبي كفو والله كفو. تم تختيم اللعبة خلاص.
مع السلامة. مطر، مطرت الدنيا والمكيف حقي قاعد يمطر بعد، شوفوا قاعد ينقط الرجال مع المطر. نزل موي مساك يا قاعد ينزل. الله كم طيرات تحش كذا، تحس كذا حتى في موي قاعد ينزل ورا، واقعية يعني. ايه يا شباب خلاص نوصلك بيتك الحين، العفو لا داعي للشكر اكيد. I could put in word with my dad. Have you assigned to my detail if you're interested? You don't need me. You proved you could handle yourself. Even if you could use a lesson in knife safety. اي واضح صحيح. Let's go home. يبغى له سيفتي كل شيء اليوم. نهاية هو نيجن. خلاص خير بخير. وما ادري يسمعها ولا ساحب عليها ولا الراديو طاح حقه، ما ادري. الظاهر شكله ليون روق مع اشلي وقال انا اسحب عليها، يمكن شكله زي كذا. Resident Evil 4 كفو يا شباب. انتهينا من Resident Evil 4، شيء اسطوري، جزء رهيب 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 بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة ممتع لأبعد درجة يا رجال. الله هذه صور القرويين قبل ما يجيهم سادلر أتوقع، صح الظاهر في شيء مهم بيطلع، يعني لقطة مهمة. ماني عارف صراحة. صورة الوالدين دول ما ادري مين، يمكن والله ما ادري، كنت بفتي من عندي كنت بقول الصغير يمكن سالازار، ما اتوقع. لا شكله في لقطة. كويس ما سكبنا اجل اذا في شيء، ولا بس الصور، صورة سادلر الشباب. ايه بدأ يجوك صورهم الحين. هذا كيف تكون الموضوع على سلازار والذيبين اللي جنبه، صرصور، يوه الصرصور ذاك البلشة، المنجم. ايه يا شباب الله يعطيكم العافية يا شباب على متابعة السلسلة. طبعا في جزء جانبي ما اعرف اذا راح نلعبه ولا لا يا شباب، ولكن راح نشوف، اللي هو جزء يعني فرعي اللي هو حق ايدا وونغ، تلعب بايدا اسمه سبيريت واي او افتراق الطرق حاجة زي كذا، فماني عارف اذا راح نلعبه او لا. احتمال راح نلعبه يعني. اوه شوف الهليكوبتر، هذه ايدا على طاريها. والله ريميك اسطوري. وصلني به. I've obtained the amber. Excellent. اوه هذا ويسكر. What are you planning to do with this? هذا اتوقع اللي اسمه ويسكر صح؟ اي هذا هو ويسكر. A hundred will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. One. How ambitious. We're changing course now. سحبت عليه لأنه شرير. آه طالع في ليون، اتأكدت منه كل واحد بطريق.
لحقنا هذا مو بالهليكوبتر. ليون لحق له وهو بالماطور بالجيت باك مصر اخر شيء. والله ما وصل للهليكوبتر ليون ماشي مره ما يعوقه شيء، ما يشوف الا قدام بس، ماشي قدام مع اشلي وماشي وسحب على على هونيجن. هونيجن الله والله كفو، 10/10. كذا المفروض الريميك يصير، هذا ريميك اسطوري من جد. النسخه القديمه كانت روعه، هذه اروع تماما، شيء اكشن رهيب. اسمع الاغنيه، ماني عارف يمكن فيها كوبي رايت، فعشان كذا راح نسوي لها سكيب الان. الله يعطيكم العافيه شباب، اغنيه رهيبه. ف على الكوبي رايت نسكب يعني، عرفتوا هذه هون يجن. خلاص تأكدت الحين، تأكدت شكلها تقول سحب علي صحيح. ارتاحت خلاص، شكلها شافته وهو في البحر يمكن. مبروك علينا يا شباب، عمل جيد. 13 ساعة 58 مرة حفظنا في كل تخزينة قدامنا حفظنا، ما في. والله كان شيء رهيب صراحة، ووضع اللعبة القياسي أحسن شيء. و 13 ساعة نايس بي، إيش بي هذا يعني مستوان؟ المهم شيء حلو. عندنا تحميل بيانات الحفظ القصة الرئيسية من لعبة مكتملة، بإمكانك نقل البيانات وبدء لعبة جديدة. سيكون بإمكانك شراء أسلحة جديدة من التاجر، لكن لن يمكن تحقيق تصنيف S بلس. أوكي أوكي، زي نيو جيم بلس هذه، ممكن يعني ترجع تختم مرة ثانية لكن بأسلحتك الجديدة. يلا نخزن مرة ثانية ونخزن بعد زيادة عشان تصير 60 مرة خزننا. بس الله غيرت حتى البداية، شوف فضت الدنيا خلاص، تنظف المكان تنظف المكان وصار مكان رهيب. ويا طلعت ملابس جديدة. اوه صح، لاحظت انا بعد ان ملابس اشلي كانت متغيرة يعني، فالجزء الجزء الماضي كانت غير شوي، الحين محشمينها شوي، ولكن صراحة كان لها شكل رهيب بعد ايام اول. اتوقع من هنا يمكن نقدر نغير ملابسها ممكن. اي هذه ملابسها القديمة صح؟ الظاهر هذه ملابسها القديمة. يب يلا شريناها معاكم. المهم يا شباب، كل هذه إضافات، في تحديات هنا، أشياء يعني جانبية، والقصة الرئيسية اللي هي أهم شيء وأرهب شيء ختمناها. عندنا باقي افتراق الطرق، ماني عارف إذا راح نلعبها مستقبلا ولا لا يا شباب، لكن راح نشوف. فعلى كذا نقول وقفتنا راح تكون رهيبة واسطورية إن شاء الله. الله يعطيكم العافية يا شباب على متابعة السلسلة كاملة، إن شاء الله بإذن الله راح نلقاكم في سلسلة أخرى. إذا حابين نلعب افتراق الطرق راح نلعبها إن شاء الله حقت إيدا وونغ، لكن إذا فيها مجال ممكن مستقبلا. وحتى الأجزاء الثانية ريزدنت إيفل 7 و 8 و 2 ريميك و 3 ريميك بإذن الله راح نلعبهم إذا أنتم حابين، لكن أهم حاجة لعبنا هذا الجزء الآن 4K HDR مترجم الحمد لله من كابكوم. كابكم طبعا كالعاده يحبوا يحطوا لك مهمه وقت زي حركات ديفل ماي كراي. باذن الله راح نلعب هذه الالعاب الاسطوريه، حتى ديفل ماي كراي راح يجي وقتها. المهم يا شباب مالكم بالطويله، الله يعطيكم العافيه على المتابعه، كان تختيم اسطوري. الله يعطيكم العافيه جميع اللي من تابع من البدايه للنهايه، نهايه اسطوريه. تحيه لليون اس كينيدي وتحيه لكم جميعا، تختيم اسطوري 10/10. نلقاكم إن شاء الله في سلاسل أخرى. وبس يا شباب لا تنسى اللايك والاشتراك، تعليقاتكم الرهيبة لا تحرمونا منها. كان معكم أركين سمارت، وإلى لقائنا في ألعاب أخرى أسطورية جبارة رهيبة مثل هذه اللعبة الفخمة. وفي أمان الله، السلام عليكم.